عمودي عمودي معلش بعد عمودي اسمع عمودي ايوه شوف انا مول لك ايه بقى بومة مش بومبا اسمتنا كده وخلاص وانتهينا خالتي وخالتك وتفرقوا الخلاف كده بتعمل انقلاب في توازنات المنطقه بقولها لك مول لك ايه انت بتهددني يا عمودي ولا ايه عامل لي كارت الهاك اوعى تفهم ان احنا يعني هفية ولا هفية هي مسألة مسألة عافية ولا ايه يا رموتي لا حاجة اضرب ودان امك ان شاء الله عشان امك كانت بتتوحن على ارنب ايه اقولك ايه اوعى تفهم ان احنا يعني هفية ولا هفية هي مسألة مسألة عافية ولا ايه يا رموتي ايوه عافية يا مصلحي اوعى تحط في دماغك ان انت جايب لي شوية صيع عشان دول بشوم ممكن يهسوني في حاجة وايه اللي شبه خالتي اللي جايبهولي ده انا عندي الكفاءة الرجالة بتوعي يولعوا النزلة باللي فيها دول بياكلوا وبيشربوا على حسابي بقالهم 13 يوم وبيقشره مني يقلبوها دمار شامل وهوريكم بروفه دلوقتي يلا يا رجاله احنا نمشيها مفاوضات يا مصر